اخذ اللغه العربيه من جدك الله يرحمه. جدي مزبوط. جدك مثقف مزبوط. امضى فتره من حياته بايطاليا ولكن رجع عاد الى لبنان وعمل بالزراعه. جدي كان من اوائل المتعلمين بالمنطقه لانه كان من خريجي مدرسه عين ورقه بالقرن التاسع عشر. نعم. بعدين كان عمه الاباتي جبرائيل قرداحي كان النائب البطريركي في روما، بقى اخذوا على روما لحتى يدرس طب، بقى درس سنتين ثلاثه طب بعدين ترك ما صار دكتور يعني، بقى رجع على فيترون وقعد عمل مختار بالضيعه واهتم بالزراعه، كان عنده شويه املاك صار يهتم بالزراعه، عمل مختار الضيعه بس كان ملم جدا بالادب. شو كانوا يسموه طبيب يعني؟ لا لا ما كان طبيب، ما كان حكيم، لا حكيم ولا طبيب، ما كمل طب، ما صار طبيب، كان صياد، قضى نص عمره تقريبا بالصيد ونص عمره بالشغل. اذا بدنا فيني اقول انه عراب اللغه العربيه عندك جدك؟ جدي كان هو اللي فعلا فتح لي ذهني واهتمامي على اللغه العربيه، لانه بس كنت صغير كان عمري 6-7 سنوات كان يبسط فيني، كان ادائي حلو او كان يعلمني على الاداء والالقاء، بقى يقول لي جدي رالي قصه عنتر لشوف، يعطيني كتاب قصه عنتر هون كتاب مخزق، بقى اصير اقرا فيه انا، ايه بس اوصل هيك على شيء قصيدي يلا يصير يحمسني تاريخيها، بقى صار عندي ملكه الالقاء من ذلك الوقت يعني.